Les élèves de la première année, bac, bonjour. Kentmenna tkunu bkhir wala khir, tkun sahiha عندكم مزيانه نفسيا وجسميا بعد الظروف كلها اللي كتوقع. كنتمنى تكونوا بعدا نتوما نفسيا على خير. الوغ وتستقبلوا الامتحان وتجيبوا نقطه مزيانه وتفرحوا ونفرحوا معاكم ان شاء الله. الوغ عندنا اجوردي لا فراز سامبل الى فراز كومبلكس. لا فراز سامبل اشنو هي لا فراز سامبل؟ لا فراز اللي كنلقاو فيها ان سول فيرب. كنلقاو فيها ان سول فيرب اي اون سول بروبوزيسيون. يعني كنلقاو الجمله كنلقاو لو سوجي لو فيرب اي لو كومبليمون. يعني فعل واحد زائد تكمله ديال الجمله. Voilà, alors je vais expliquer. La phrase simple est une phrase qui se compose d'un seul verbe. Jumla basita. Il y a une jumla qui est composée d'un fi'l واحد. Conjugué, c'est qu'on مصرف. Et d'une seule proposition. Seule proposition, il y a un اقتراح واحد. يعني ملي كنقول لك je mange un gâteau. الوغ جو مونج مونج كاين فعل واحد انا عطيتك واحد الكلمه واحد الاقتراح واحد الخبر انني كليت ان غاتو ولا ديال بروبوزيسيون بروبوزيسيون واحد الاقتراح الوغ كيتكون من سول فيرب يعني الجمله البسيطه ولا لا فراز سامبل سو كومبوز كتكون دان سول فيرب كونجيغي فوالا هذه هي الجمله البسيطه كتكون من فعل واحد مصرف اي دين سول بروبوزيسيون اقتراح واحد يعني كتقترحوا علينا ديك الجمله البسيطه الوغ ليكزومبل غادي نشوفو ليكزومبل واش يشرح لينا هاد لا ديفينيسيون ديال لا فراز سامبل عندنا ici امين ريبار سا فواتور ها هو امين سي لو سوجي ريبار سي لو فيرب شحال عندنا من فيرب فهاد لا فراز ان سول فيرب يعني ملي عندنا فعل واحد في لا فراز راه سي اون فراز سامبل يعني جمله بسيطه فيها فعل واحد كونتيان ان سول فيرب الوغ امين ريبار سا فواتور امين يصلحو سيارته الوغ امين سوجي ريبار سي لو فيرب ان سول فيرب سا فواتور كومبليمون الوغ هنا هاد امين ريبار سا فواتور سي اون فراز سامبل علاش سامبل لان كتكون من فيرب واحد و بروبوزيسيون وحده هي اللي عطاتنا الخبر ان راه امين تيصوب السياره ديالو اكزومبل نيميرو 2 ديال لا فراز سامبل غيم رانج سا شومبر غيم رانج سا شومبر ريم ترتب غرفتها فوالا عندنا ان سول سوجي لو غيم عندنا لو فيرب رانجي كونجيغي او بريزون اللي هو لو فيرب سا شومبر اللي هي كومبليمون اذا شحال عندنا في هاد لا فراز من فيرب عندنا ان سول فيرب اذا سي اون فراز سامبل La troisième phrase ou le troisième exemple de notre définition de la phrase simple, Randa révise ses leçons. Randa révise ses leçons. Randa turaji'u durusaha. Randa sujet, عندنا un seul sujet. Verbe, un seul verbe. Et عندنا le complément lié ses leçons. Alors, هذه la phrase qui تكون من un seul verbe, une seule proposition, c'est une phrase simple. هذه هي simple. Voilà, c'est la phrase simple, c'est très facile. Alors la phrase simple, c'est une phrase qui se compose d'un seul verbe et d'une seule proposition. يعني فيها فعل واحد واقتراح واحد. يعني كتعلمو بينا تتعلمنا به ديك لا فراز. يعني قالت لينا ان امين ريبار سا فواتور. Alors امين c'est le sujet, ريبار c'est le verbe, un seul verbe, sa voiture c'est le complément de la phrase. Alors ندوزو للطابلو الاخر باش نشوفو لا فراز كومبلكس. لا فراز كومبلكس الجملة المعقدة أو المركبة يعني علاش مركبة كتركب من عدة أفعال ماشي فعل واحد كون كان فعل واحد غنقولو سامبل ولكن مادام كتكون من عدة أفعال كنقولو كومبلكس مركبة مركبة من عدة أفعال لا فراز كومبلكس اون فراز هي جملة كي كونتيان تحتوي بلوزيوغ عدة Verbe, afal, conjugué, mosarrafa. Voilà, c'est très simple. Alors, la phrase complexe, c'est une phrase qui contient plusieurs verbes conjugués. Al-jumla al-murakaba ou jumla al-muakada, هي jumla كتكون ولا تحتوي على عدة افعال مصرفة.
عدة بروبوزيسيون، عدة اقتراحات. قد الاقتراحات قد الافعال، قد الافعال قد الاقتراحات. Est une phrase qui contient plusieurs verbes conjugués. La phrase complexe est une phrase qui contient plusieurs verbes conjugués. الجملة المركبة أو الجملة المعقدة هي جملة تحتوي على عدة أفعال مصرفة. Et autant de propositions que de verbes conjugués. يعني عدد الأفعال اللي في الجملة تكون عدد الاقتراحات ولا عدد لي بروبوزيسيون، اقتراحات اللي مقترحة علينا ديك الجملة. الوغ القاعدة غادي نعرفوها من خلال ليكزومبل. الوغ هنا غادي نعاود الشرح ديال الجملة المركبة أو الجملة المعقدة باش تعرفوا باش تفهموا باش تجيكم الشرح ساهل. أن الجملة لا فراز كومبلكس تيكون فيها بزاف ديال الأفعال، جملة وحدة فيها بليزيوغ فيرب بليزيوغ بروبوزيسيون. الوغ La phrase complexe est une phrase qui contient plusieurs verbes conjugués. الجملة المعقدة أو المركبة c'est une phrase هي جملة qui contient تحتوي plusieurs verbes تحتوي عدة أفعال conjugués مصرفة et autant de propositions que de verbes conjugués. عدد الأفعال المصرفة عدد لي بروبوزيسيون عدد الاقتراحات اللي بغات تعطينا ديك الجملة. Exemple, regardez-moi cet exemple. Leïla prend. Le verbe l'oul, nous avons le verbe 1. Leïla prend son élan. Leïla ta'khudu quwwataha, son courage. L'élan, c'est le courage. Le quwwa et saute, c'est le verbe 2. Iden, cette la phrase, عندي فيها deux verbes. Iden, مركبة من جوج أفعال. Iden, من مركبة, c'est une phrase complexe, معقدة, يعني مركبة من deux verbes. Alors, Leïla prend son élan et saute le plus loin possible. ليلى خدات القوة، أخذت قوتها وقفزت، أخذت فعل الأول، قفزت الفعل الثاني. فوالا، ألوغ ليلى بخون، لو فيرب أن، سون إيلون، قوتها، إي صوت وقفزت لو بلو لوان بوسيبل، وقفزت إلى أبعد مكان ممكن، قفزت الأبعد قفزة ممكنة. ألوغ لو فيرب الأول، لو فيرب الثاني، كتشوف شي جملة فيها اكثر من فيرب كتعرفها راه سيت اون فراز كومبلكس. كتشوف جمله فيها فيرب واحد كتعرفها راه سيت اون فراز سامبل. هذه هي لا فراز، هذه هي لا ديفيرونس انتر اون فراز سامبل و اون فراز كومبلكس. لا فراز سامبل سي كومبوز و كونتيان ان سول فيرب اي اون سول بروبوزيسيون، كتحتوي على فعل واحد وعلى اقتراح واحد. لا فراز كومبلكس او الجمله المركبه كونتيان تحتوي plusieurs verbes, عدة أفعال et plusieurs propositions وعدة اقتراحات. Voilà اللي كتعطينا ديك الجملة. Voilà c'est la phrase simple et la phrase complexe, c'est très simple. Alors الحصة الماجية غادي نحاولوا نخدموا une production écrite et un régional. Prenez soin de vous, on se reverra dans une autre vidéo. Alors à tout à l'heure.